إحياء لمهرجان السمك اللي غاب تقريبا 5 سنوات، والغاية منه هو حرك معناه خلق حركية اقتصادية متكاملة في معتمدية حلق الواد. واخترنا شعار هذا العيد، عيد مهرجان السمك، حطينا شعار مدينة حلق الواد هي مدينة السياحة ومدينة الثقافة ومدينة التسامح والتعايش بين الأديان. المكون الثاني متاع حلق الواد هو القنطرة الكبيرة اللي تبنيت وتربط بين 3 ولايات، ولاية تونس، ولاية بن عروس، وولاية أليانة. المعلم هذا هو معلم إفريقي وأحسن معلم في تونس. لكن المعطى الثالث اللي نلقاه في الإنترنت هو عيد السمك. عيد السمك ولو أنه غاب علينا 5 سنين، لكن السنة إن شاء الله باش نعاودوه وباش نحيوه، وإن شاء الله نوعدكم العام الجاي 2017 باش يكون خير من السنة، باش يكون في شكل جمعية، باش يولي التواتر نتاعو سنويا. وبالنسبة برمجة الهيئة نهارين، نهار الأولى نهار 25 جويلية باش يكون الافتتاح باستعراض لمجورات على كامل نهج روزفلت اللي هو في 3 كيلومتر من المطاعم السياحية في الهواء الطلق، وهذا ما تلقاوه كان في مدينة حلق الواد ما تلقاوش في مدينة أخرى. 2 ثم سباق الأشرعة، ثم سباق الأحسن طبق بتاع الحوت، ثم كيف أحسن مطعم ديكور بتاع مطعم في شارع روزفلت. الهدف بتاعنا هو تحبيب زوار تونس اللي هم السياح اللي توافدوا على مدينة حلق الواد من أجانب، من جزائريين اللي هم معناتها متوافقين على تونس بعدد كبير برشا. ان شاء الله باش نشاركوهم معنا في هالمهرجان هذايا، ونوعدوكم ان شاء الله باش يكون ثم لجنه تنظيم، باش يكون ثم استقبال، باش يكون ثم نظام داخل المهرجان. وندعيو كافه الخيال التوانسه، احنا ديما باش نراعيو القدره الشرائيه نتاع التونسي. عملنا اتفقنا على كل الطبق باش يكون بسوم موحد ب 10 دينارات للطبق نتاع الخوت، باش يكون على على معناتها كاهل، معناتها باش يكون حتى في على يدين المستهلك العادي. البرمجة الموسيقية يعني البرمجة الثقافية، الحقيقة هو أنا اللي تكفلت بالبرمجة هذه. طبعا البرمجة في إطار الشارع وفي إطار عودة الدورة هذه متاع مهرجان عيد السمك، فمن المؤكد أنه باش تكون برمجة في يغلب عليها الطابع الترفيهي والطابع التنشيطي أكثر منها برمجة تكون يعني عرض موسيقي موجه إلى نوع معين من الجمهور. هو عرض في الشارع، فكانوا أولاد الجويني من عندهم الطابع والميزة متاعهم. وسفيان صفطة يعني حتى في مستوى البرمجة فما معادلة بين التنشيطي والترفيه الفولكلوري، واللي هو تنشيطي ولكن زاد عنده المضمون الشعبي، اللي الشعبي مش بالمعنى البوب يعني البوبيلير، يعني الشعبي اللي هو يتقبله أي مواطن وأي تونسي، اللي هو عرض سفيان صفطة. Love you. وحدها والزيارة وحدها.
اوكي حضره نوع اخر زياره نوع اخر معلي. زياره ياسر حلوه عجبني سبيكتاكل وعجبتني ياسر منظمة بالتدقيق معناها فهمت كيف انا عجبتني برشا صلي على النبي حفله عديتها صلي على النبي امنيتي ندخل لها دخلت لها سهره ممتازه هاني نجي والسهره الليله ما حطتش اللهم صل على النبي وخمسه وخميسه على الوطنيه فأقنع فأبهر فتألق سامي لجمي حقيقة هذا هو جو التونسي نتمنى ديما سامي لجمي في مهرجان بنزرت الدولي وهذا هو جو البنزرتية حقيقة سهرية مع البنزرتية مش حتقدر تغمض عينيك حلوة برشا عملت خدلة المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة ومزلت ندخل سامي أنا من الفهم دع سامي مصحاب سامي بالكدي منير زادت بارك الله عليه وصحاب الكدي نقعد هنا في بنزرت مع بعضنا وبغافوا لسامي وشابوا عليه حتى واحد يعمل كي زيارة صراحة لا تخميرة لا حضرة لا حد شيء سامي بغافوا شابوا على سامي بسم القادر جبنا
مبسوط هكا اللهم صلي على النبي صلي على النبي. ما نجمش نقول حد شيء، كل شيء باهي كل شيء حلو. ان شاء الله ديما هكا، ان شاء الله ديما تونس فرحانه. كلمه بركه نقولوا برافو وواصل، ان شاء الله ديما منورنا وعامل لنا جو هكا. يعطيه صحة، عرض ممتاز ممتاز جدا، فهمت؟ سواري اكسبسيونيل، يعطيه صحة، تفرهدنا بالكدا ولا بروف اللي هو عمل كومبلي، وان شاء الله ديما بنزرت بخير وان شاء الله ديما فرحاني. من عند ضمك كل ما يتمنى بعده من
احنا 14 ما عادش فما تسكر ديسبونيبل. احنا سامي اللاجمي للمره الثانيه مع تقريبا 10,000 ولا 11,000 متفرج في المسرح الهوائي الطلق ببنزرت، فنان ناجح معناتها العرض نتاعو والمشروع اللي عمده معناتها فيه بوكو دو كوريغرافي، فيه دي ريشيرش، دونك ما فنان ما نجم نقولوا عليه حد شيء. والجمهور طلبوا دايور بوغ لا دوزيام فوا وكان في الموعد ولبى الطلب نتاعو والحضور نتاعو. احنا خدمنا اللي معناها بنفس الجهد وبنفس الامانه في اي بقعه نمشيو لها نخدموا بنفس الطاقه بنفس القوه بنفس الاحترام للجمهور، وهذا ما هو اللي يكون معناها نتيجه طبيعيه لما نقدموا احنا من مجهود. تبقى كل جمهور عنده خصوصيته. جمهور بنزرت زاد ما ينساش اللي احنا قدمنا اكثر من عمل محلي بنزرتي في الزياره، سي نورمال التجاوب هذا عادي جدا. فما اون هارموني ما بين الجمهور وما بينه هو، دونك وي عبا كيش يقولوها اون بون نوفيل بالنسبه للمهرجان الدولي تاع بنزرت. تقول لي عرض ثالث يظهر لي صعيب ياسر. يا محمد بحرمتك يا محمد يا محمد
Thank you.